I'll never catch him while I'm this small. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Emin Azizi ou Hada, mon premier vlog va de la chaîne. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog, qui est à peu près 3 ans que je fais les vlogs, mais je pense pas que je vais faire le vlog sur la même chaîne que je fais. Bon, aujourd'hui, je vais faire le vlog. J'ai une petite ville de Ifran, la petite Suisse. Qui me laisse les choses, je vais découvrir ensemble, Inch'Allah. D'abord, j'ai une petite coin de Zouen, je vais faire les singes, faire le Krouda. C'est vraiment magnifique. Je vais pour la première fois, je vais faire le Krouda. قدامي اي فوالا بزاف الحاجات اللي كاين هنا زوينين في افران اي فوالا نمشيو نديكوفريو هاد لو كوين هذا اللي كاين في واحد البلاصه سميتها راس الماء. هنا كاين الخروده وهنا كاين بحال دي زوبرج يمكن ولكن ما ساكنين. دونك فوالا يلا Salut, اش دير؟ ما بغيتيش تهبطنا فوق الطوموبيل ولا شنو؟ سي الو بتي سانج. سالو سلام. اه ما تيردش كاع نوض بحال الله هما بحال الانسان. راه عطيناهم تفاح عطيناهم الرمان تفاحه واخا طاحت في الارض راه تيمسحها عاد تياكلها ماشي هكا كيما جات راه كلاها. فوالا عرفتي انا واقف هنا وخايف تنقول دابا شويه راه غادي يطير لي هاد البورتابل هذا. ها هو فوالا فوالا. سالو صافا واش مزيان اسيدي الوليد ديالك هذاك شنو سميتو؟ شنو سميتو هاد الوليد الزوين عندك؟ ودوي معانا صاحبي تواضع تواضع دوي معانا. انتوما شتو سبحان الله هنا راه جمعوا على ديك الطوموبيل اللي فيها ديك السيد ومراتو ما شافوا عندهم الماكله شتو راه تيتقاتل معاها الفوق. فوالا راه كانوا بزاف هنا يلاه شتوهم دابا او ما الناس هربوا خلاو الطوموبيل بعدوا منا. ايوا سبحان الله ها هو هذا اش تقلب اش دير؟ اجي نهضر معاك اجي في غادي. هانتوما شوفوا سبحان الله راه تينقي الخو ولا ما عرفت شنو هذا تينقي له شي لعبات من دارو ما عرفت شنو وقع هنا. فوالا هما لي كوزان ديالي هنا مهدي كي جاك هادشي؟ هادشي واعر الله زوين زوين شفتي من القرودة؟ لا والو والو. انت هادي المرة الثانية تتشوفهم ياك؟ اه المرة الثانية. انا المرة الأولى خويا راني مخلوع مخلوع. ها هو السيمو تا هو تيصور فين السيمو صافا؟ بخير كل شي مزيان؟ الله يلا مزيان السيمو حشمان حتى انا راه حشمان الحقيقة حيت صافي لونتوما درت شي فلوق. اي فوالا جينا لهنا الإفران اي جو مي سوي دي علاش لا نديرو شي فلوغ. ديجا كنت نفكر رجعت انا لي فلوغ مع دابا المهم وقعوا بزاف الحاجات في هاد 3 سنين هادي اللي غبرت على اليوتيوب. دونك فوالا تنديرو شي فيديو ونقول او شافوا شي حاجه او فهمت شنو في الطوموبيل. اي فوالا لي زامي اون لا في واحد لو جاردان هنا في لو سونتر فيل ديال افران. اي فوالا جالسين قبيله كنا جالسين كما شفتوا مع القروده فريمون داكشي كان زوين. انا بوغ لا بروميير فوا غادي نلقى هاك قرد قدامي وغادي نعطيو لهم الماكلة سبحان الله راه بحال شي انسان. اي فوالا فوالا غادي نجلسو نرتاحو هنا شي شويه فوالا كنشربو صودا. اي فوالا اوني لا نرتاحو شويه حتى نمشيو نشوفو شي بلاصه وحده اخرى. بتات هاد الفلوغ غيكون فيه راه 3 ايام هادي نورمالمون جينا البارح في الصباح مي بون البارح ما قديتش نبدا لو فلوغ حيت هنا عندنا دي تخوك افيغ هنايا. اي فوالا بتات نبقاو حتى الغدا ولا حتى البدو ان شاء الله. اليوم كاين عيد المولد النبوي الشريف الله زعما عيدكم نتوما مبارك بالصحة والعافية وباش ما تمنيتو.
ça d'abord et là fqna yalla khrejna من الدار دابا غادي نمشي للسونتر فيل لو ليون دي فران هذاك السبع اللي تما ونمشيو نشوفو القضيه كي دايره وخا دابا تكون القضيه عامره بزاف حتى باش تكون شي 6 ديال العشيه يلا فقنا الناس عرفتي درنا واحد النعيسه ما في الصباح لينا فوالا نمشيو نشوفو الدنيا كي دايره تما كما شفتوا يلاه كنا دابا حدا سبع ديال إفران اللي معروفة بمدينة إفران فوالا القضية تما عامرة بزاف الناس يتصوروا حنا ديما تنجيو حقيقة حنا تنجيو تما ملي كنا صغار كنا مع لافامي معلومات صغار على السبع ديال إفران اللي كما قلنا معروفة بمدينة إفران أن ديك السبع كان نحتو ما بين 1929 و 1930 كانت تنحت في الوقت ديال الحماية الفرنسية على المغرب كان الكاتب العام ديال الحمايه الفرنسيه بالمغرب امر انهم امر واحد جوج ديال النحاته واحد على مقرج ايطالي وواحد الماني انهم ينحتوا تما وان هذا السبع هذا هو اسد الاطلس اللي كيرمز للاسد الاطلس اللي كان كيعيش في الغابات اللي محيطه هنا في اقليم افران قبل ما ينقرض دونك فوالا خلاوه ذكرى ان بون كوان جو الناس يجلسوا مع لا فامي ديالهم كلي كيديروا بيكنيك لهي واحد البلايص فوالا راهم هنا لزامي لقيتونا راجعين للدار كنا قبيله في واحد البارك هنايا في ما عرفتش شنو سميتو الحقيقه مي بون زوين زعما لي جون لي بغيو يديروا مع لا فامي ديالهم بيكنيك ولا كونت خامي زوينه ودابا لقيتونا راجعين في هذا الشارع هذا اللي جينا منه قبيله في الصباح وانا زوين في واحد الضو مع الشجر ونقيه كما قلنا لكم الدنيا فريمون نقيه بزاف بزاف فوالا دابا راجعين للدار نقدروا نزيدو نصوروا الا خرجنا في الليل مشينا شي بلاصه سينو حتى الغدا غدا غالبا نرجعو كما قلت لكم قبيله رجع بحال من إفران مع ديك 5 الصباح 5 ديال العشيه بلوتو لزامي اليوم نهار واحد اخر في مدينه مكناس ما قديتش نفلوغي في الصباح البارح في الليل صافي فريمون دخلنا للدار كاو اي فوالا جو بونس غادي نسالو لو فلوغ هنايا يلا لقيتونا خدينا شي اغراض ودزنا كاينه واحد المقوده واعره الناس ديال مكناس راه كيعرفو مولاي با نو با مبارك مولاي با قديم اي فوالا جيسبيغ تكون عجبكم الفلوغ اي فوالا نتلاقاو فلوغ جاي ان شاء الله يلا باي باي تشاو سالو